معنا هاتفيا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي الدكتور فاروق الراوي. مرحبا بكم دكتور فاروق. إذا الخارجية الأمريكية أهلا وسهلا تعلن، بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله، الخارجية الأمريكية أعلنت تعليق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ مع روسيا تمهيدا للخروج من هذه الاتفاقية. كيف تقرأ القرار الأمريكي؟ الاتفاقية وقعت سنة 1987 في بداية تحرك غورباتشوف بعد توجهات للانفتاح على الغرب اللي استطاعت من خلالها أمريكا أن تدمر ما يقارب 1800 صاروخ أمريكي روسي نووي. ولكن هذه الاتفاقية استمرت بدون أن يكون لها حيز للتنفيذ أو مدة معينة لاستمرارية هذه الاتفاقية. الاتهامات من قبل الطرفين بانتهاك الاتفاقية، روسيا تتهم أمريكا أنه انتهكت الاتفاقية في حربها مع العراق، في أفغانستان، أمريكا تتهم أنه روسيا استخدمت بعض الصواريخ في سوريا أو في مناطق أخرى، إضافة إلى أنه استمرارية تقديم تصنيع جديد وتطوير لصواريخ جديدة متوسطة المدى. طيب، يعني الآن كيف تقرأ هذا القرار الأمريكي بالانسحاب؟ أعتقد أنه هذا يعني هذا هو الأساس، هو الدعوة لعقد اتفاقية جديدة، لأنه اتفاقية من عام 87 حصلت متغيرات كثيرة. أولا كانت هذه الاتفاقية موقعة مع الاتحاد السوفيتي وليست مع القيادة الروسية الحالية. المتغيرات الدولية والمتغيرات في المنطقة، صعود التوجهات الصينية في العالم وامتلاك الصين لصواريخ متوسطة المدى وطويلة الأمد، ربما الجانب الأمريكي يسعى إلى الخروج من هذه الاتفاقية للدعوة إلى اتفاقية جديدة ممكن أن يحدد نشاط الدول الأخرى وليس فقط روسيا. ولكن مايك بومبيو قال يجب الرد على انتهاكات روسيا لهذه المعاهدة، هل ترى أن روسيا أقدمت على ما يخرق هذه المعاهدة؟ الخرق يعتبرون أنه استخدمت بعض هذه الأسلحة من خلال الموارد في سوريا أو في مناطق أخرى. أنا باعتقادي يعني من خلال مراجعتي ما أشوف أنه هو، إذا كان الاستخدام قبل حوالي سنة أو سنة ونصف ليش بعد الآن؟ يعني ليش الآن القرار توقيت نعم بهذا التوقيت؟ وحتى حلف شمال الأطلسي عفوا دكتور فاروق أعلن تأييده لهذا القرار، واشنطن تعليق التزامات بهذا المعاهدة مع روسيا. كيف تقرأ هذا التأييد الأوروبي؟ هل زالت أسباب مخاوف أوروبا من روسيا لكي تخرج بهذا التأييد؟ أوروبا باعتقادي لن أمريكا يعني باعتقادي ما راح تقدم على إعادة انتشار الصواريخ النووية في أوروبا، ولا أوروبا الآن مستعدة على قبول انتشار هذه الصواريخ. هذه الصواريخ اللي هي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، طالما البلدين يمتلكون ترسانة أقوى من هذه الصواريخ، فإذا هذه راح تأثر بالشكل العام أو بقوة هذه الدولة أو بترسانة هذه الدولة. باعتقاد الهدف الأساسي ترامب باتخاذ هذا القرار هو للعمل على تجديد معاهدة جديدة أو عقد معاهدة جديدة مع روسيا والصين. نعم، شكرا جزيلا لك من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي دكتور فاروق الراوي.